السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. معكم زكية الفيري من قناة ويت زاكيناز. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم، كنشكركم كذلك على التطبيقات ديالكم اللي وصلتني، ديال المسمنات اللي على شكل محنشات بالخضر ولي شوسون. ما تصوروش الفرحة ديالي مني كنشوف أن الوصفات ديالي كتجرب وكتلاقي استحسان المتتبعات. بالنسبة للأشخاص اللي التحقوا بنا ممكن يشوفوا هذه الفيديوهات، غادي نخلي لهم روابط في صندوق الوصف. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة عن اقتراح لمائدة إفطار، كنتمنى تعجبكم. غنبداو إن شاء الله بحساء القرع الأحمر او فولوتي او بوتيرون. غادي نحتاجو فيه في المقادير ان شاء الله 600 غرام ديال القرع الاحمر، البطاطس غادي نحتاجو ان شاء الله 200 غرام، بصله مشلضه تقريبا بصله صغيره، ابزار هي شويه، كونوا على بال لانه الابزار يقدر يحرر لكم لاسوب، ملح، زبده جهد معلقه كبيره، والقشده الطريه غنحتاجو تقريبا واحد 150 غرام. نبداو على بركه الله. في طنجره ديال الضغط غادي نوضعو الزبده و غنضيفو ليها البصله مشلضه واحد تقريبا 50 غرام ديال البصله مشلضه. الزبده ضروري طبعا تكون الزبده من النوع الجيد، يعني زبده حلوانيه، ممكن تستعملوا انكور ولا هنا غادي نضيف الابزار. ممكن تضيفوا هنا، ضفت الفلفل الاسود، نتوما ممكن تضيفوا الفلفل الابيض اللي عندكم، البزار البيض كما كنقولوا، ولكن دائما غضوا البال في هذا النوع ديال الحساءات، غضوا البال بزاف الابزار لانه ممكن يحررها لكم يعني بسرعه. فاللهم نقلل ولا نكثر، يعني بحال قلتو غاس معلقه صغيره. كنبقى نحرك على عافيه مهيله باش كتقلى ليا ديك البصله. هنا غادي نوضع البطاطس والقرع الاحمر، وغادي نبقى نحرك باش تلبس ليا بالمذاقات ديال الزبده، وبحال كنصوطي فيها. انا من بعد غادي نضيف حتى الكركم او الخرقوم البلدي، تعجبني بزاف المذاق ديالو وهو مفيد للصحه كما كتعرفوا، يعني مفيد ما كيخليش الناس يتصابوا بالزهايمر. انا من بعد ما طابت لينا الخضره واحد نص ساعه تقريبا، غادي نصب الخليط في الترموميكس باش نطحنو، ومن بعد غادي نكمل انا الطهي ديال لاسوب ديالي في الترموميكس. حيت غادي نضيف لها غير لا كريم فريش، نتوما غادي ديك الساعه ترجعوا عاوتاني للطنجره ديالكم باش تطيبوا القشده الطريه. كطحنوها مزيان، داكشي اش كنسميوها فولوتي، اولا باللهجه ديالنا كنقولوا لها الصوبه، يعني شي حاجه اللي كتكون مطحونه مزيان. كاين اللي كيستعمل فيها جوزة الطيب او الجوزه، واحد قريصه حتى هي كتعطي واحد المذاق روعه. شوفوا لا تيكستور ديالها كي كتجي رائعه. كنصحكم تجربوها، مفيده للصحه بزاف. كنوضعوا القشده الطريه، هاد العلبه فيها 200 غرام، انا غادي نوضع تقريبا 150 غرام.
وغادي نكمل الطياب ديالها انا في ترموميكس. ها هي كما كتشوفوا. كنصحكم المهم غتاخدوا المقادير بسكرين شوت كما كتشوفوا على الشاشة. دابا غادي نبدا ان شاء الله في واحد البانكيك بالقمح الكامل. غادي نحتاجوا فيه 3 ديال البيضات، 200 غرام ديال القمح الكامل مطحون مزيان بنخالته، 2 كيسان صغار ديال الحليب، شوية ديال الملحة، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المسوس. هنا غادي نستعمل نصف كيس ديال الخميرة الكيماوية، و 3 المعالق كبار ديال السكر. غادي نبداو في اناء، غادي نخدمو البيض مزيان مع سكر حبيبات. هاد البانكيك كيجي رائع. كما كتعرفوا او لا، بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوش، لي كريب عفوا لي بانكيك تيكونوا ناقصين في الحلاوه. علاش؟ لانه من بعد كنزينوهم بالعسل. هادو عباره عن فطائر امريكيه، فكيكونوا هما شويه ناقصين في الحلاوه. علاش؟ لانه كيزوقوا بالعسل. او لا، كاين الناس الثاني اللي كيديروا، الناس اللي كيهتموا بالصحه ديالهم تيستعملوا شراب القيقب او سيرو ديغابل. هنا كنضيف القمح، غنبدا نضيفه بالتدريج، وطبعا عيني ميزاني باش نشوف القوام كي غادي يخرج ليا. نرجع للموضوع ديال سيرو ديغابل. هذا واحد النوع ديال العسل، كتلقاوه في، ولا الحمد لله كيتباع في مراكز او لا المحلات الكبرى، المحلات التجارية الكبرى بحال المرجان او كارفور، كتواجدوا فيه، تقدروا توجدوا فيه، موجود. انا شفته ماشي مره ماشي جوج. هنا بعد ما وضعت الحليب ووضعت الكاكاو، كنأكد انا الكاكاو ماشي هو كاوبيل، الكاكاو هو كيكون مسوس وكيضيف واحد اللذة. هنا كنبقى نحرك، وغادي نضيف اللي بقى ليا ديال القمح، وغادي نخلي هاد البانكيك يرتاح لينا واحد المدة ديال ثلث ساعة. من بعد هاد ثلث ساعة الا بان لينا بلي القوام شرب واحد شوية، نقدروا نضيفوا واحد جهد 2 معالق كبار ديال الحليب هكاك. هانتوما كي كتشوفوا، من بعد ما ارتاح، لما قلات على نار هادئة، المقلة غادي تكون سخونة، ومن بعد كنهبطوا العافية وكنبداو نطيو. هانتوما كي كتشوفوا، غير كنبدا نحس انها شدات من التحت، باقي كيكون السطح شويه باقي، يعني باقي ما طابش، وكيبدا واحد الفقاعات هي شويه. كنبدا نحرك من الجوانب وكنقلبها باش ما نخليهاش، حيت الا فتت خليتها غتقب ليا كلها بحال الشكل ديال البغرير، وانا ما خصش يكون عندي دوك الثقب. هانتوما شفتوا لا تيكستور كي كتكون. انا طريت حيت خليتها صراحه اكثر من 20 دقيقه تدهيت شويه، فمني جيت لقيتها شويه تقالت، زدت ليها واحد شويه ديال الحليب. هانتوما كي كتشوفوا، كنبقى نقل نبدا نحركها من الجوانب بحال ديك العجينه كتبقى تعمر ليا دوك الثقوب. هانتوما هنايا كتشوفوا المقادير، ممكن تاخذوهم بسكرين شوت. هنا غادي ندير واحد الكغاتان، غنستعمل فيه حتى هو الطوس بالقمح الكامل. قطعت ليهم الطرف، دوك الطرف طبعا ما غاديش نضيعوهم. هنا عندي لانشون على شكل شرائح كبار بحال هكا ولا قضبان، ممكن ديروا سوسيس هوت دوغ اللي بغيتو. هنايا جبن، اي نوع من الجبن. هنا درت جبن اتارتيني او للدهن، وجبن مبشور اللي غنستعملو في الاخر، البيض للدهن. كما كنت كنقول، هاد الجوانب اللي حيدتهم ممكن نحمصهم في الفرن ونطحنهم، ويعطوني نستعملهم كخبز محمص او لا شابليور.
انتم كيما كتشوفوا كنضغط عليهم، ممكن ديروا، انا بغيت نزرب ساعة عطلت، ممكن تبداو تايطاليو او تدلكوا وحده بوحده، وممكن ديروا بزاف في دقه واحده. انتم غادي تشوفوا الطريقه، هي بسيطه جدا والنتيجه روعه. ممكن مثلا يعني هذا التوست بالقمح ديروا كفته معاه وجبن اتارتيني وتدوروها. انتوما ممكن على حسب الموجود وكل والمخيله ديالو ممكن تبداو في هذا الامر. انا درت لكم بهاد المكونين يعني اللانشون والفرماج، كان دهنو مزيان، كنبقى انا مستمره في الدهن، وغادي نوريكم واحد جوج ولا ثلاثه باش تعرفوا كيفاش غادي تلفوهم. بشويه كدورو راه يقدروا يتحلوا لكم يعني اولا يتفرقعوا، ماشي اشكال. هما مسألة ان ملي كتورك عليهم مزيان بالمدلك، هذيك هي اللي كتخليك تتحكم فيهم ما يتقطعوش، لانه الا قطعتي الا ما دلكتيش كيتقطع لك الطوست. كنبقى مستمره بهذه الطريقه. بالنسبه للمول ديال الكغاطان، انا دهنته بالزبده، صدقوني هاد الكغاطان تيجي روعه. خوتي تبارك الله عليهم فاش حطيتو تخاطفوا عليه، وحتى من بعد غادي تشوفوا انا غادي نبقى مستمره. من بعد غادي نزوقوا بالزعتر من الفوق، الزعتر كما كتعرفوا تيجي رائع. هنا عندي غير البيض، يعني بيضة كاملة، وكان دهن مزيان من الفوق، ومن بعد كان كما كتشوفوا تنزين بالجبن المبشور، وغادي نضيف الزعتر بهذه الطريقه، وكندخلو الفران اللي مسخن من قبل من تحت واحد المده، ومن بعد من الفوق غير باش كيطيب ليا داك البيض وتيدوب ليا داك الفرماج. هانتوما يعني من بعد ما خرجتها من الفران شفتوها كي كتجي رائعه. وهنايا المقادير اللي بغى ياخدهم في سكرين شوت. هذا واحد الكب كيك بالسوريمي كيجي هائل، غنحتاج فيه 150 غرام دقيق، 100 غرام جبن، 100 غرام ديال السوريمي، كيس خميرة، الإبزار والملحه والزعتر، توم بودرة، غادي نحتاج غير واحد نص معلقة صغيرة، يوغورت طبيعي مسوس، 3 ديال البيضات، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غنبداو على بركة الله، غادي نوضعو البيض في إناء. ممكن هاد الوصفة ما تضيفوش فيها الملح، أنا ضفت سوجاني بحال ملح شوية لأنه ديجا الجبن راه مالح، فممكن ما تضيفوش أو لا يكون الملح قليل. كنضيف التوابل، كنضيف هنا اليوغورت، كما كتعرفوا اليوغورت إلا ما عندكمش ممكن ديرو الحليب، زيت العود ولا زيت الزيتون. كيرطب لينا العجائن. كنبقى نخلط مزيان حتى كينسجموا العناصر. غادي نضيف الدقيق في هذه المرحله، فاش مع الدقيق كتضيفوا الخميره ديال الحلويات، انا للاسف نسيتها. فمني وضعت الجبن والسوريمي عاد عقت، فوضعتها غير في الجانب حتى نخلطها بوحدها مزيان باش نتحكم فيها، عاد باش غادي ديك الساعه نضيف عاد باش غنخلط الجبن والسوريمي. الفران يكون مسخن مزيان،
من بعد على عافية متوسطة، غادي نوضع لي كاب كيك ديالي واحد المدة ديال 15 دقيقة 17، يعني ما غاديش ياخذوا الوقت في الطياب. من التحت هو الاول بحال كي كتطيبوا الكيك كيجيو رائعين، صدقوني جربوهم ما كيجيو غزالين في المذاق، وكيجيو مفشفشين وهشين. هنا وضعت واحد جوج انواع ديال العصائر، عصير ديال الدلاح و لا سيتروناد، و معاهم البطيخ الاصفر، و درت العصير ديال المانجو و الليمون. ان شاء الله غادي نشوف معاكم واحد تشكيلة ديال العصائر. هنا كما كتشوفوا الكغاتان ديالي كيفاش، ولا لا سوب، لي كاب كيك بسوريمي مالحين. يعني كنتمنى يكون الاقتراح عجبكم وتاخدوا منه افكار، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه جيم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما تبخلوش عليا، تسجلوا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. في انتظار الفيديو القادم اخواتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.